السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان، بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول الأوروبية القوية، والمنحة دي مميزة جدا 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 لأنها بتشمل كل المراحل الدراسية، تمام؟ طيب، المنحة دي موجودة في دولة رومانيا، تمام؟ ودولة رومانيا زي ما احنا عارفين دولة بها جامعات قوية جدا ومصنفة ولها ترتيب عالي على مستوى العالم. المنحة دي مقدمة من جامعة اسمها جامعة تريسلفانيا، تمام؟ ودي جامعة من الجامعات القوية أيضا، وبيدرس بها عدد طلاب كبير جدا من حول العالم. المنحة دي متاحة لجميع المراحل الدراسية زي ما قلنا، متاحة لدرجة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، يعني تقدر تدرس أي مرحلة من المراحل دي متاح التقديم فيها، تمام؟ طيب، بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، كل الدول متاحة للتقديم ما عدا الدول الأوروبية، يعني سواء أنت من دول عربية، أفريقية، آسيوية، بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب، بالنسبة للتمويل الخاص بالمنحة دي، تمويلها كويس جدا مقارنة يعني انها منحة جامعية وليست منحة حكومية. المنحة دي بتوفر لك الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، انت مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة، تمام؟ تاني حاجة بتوفر لك راتب شهري بما يعادل اللي هو 800 ليو روماني، بما يعادل حوالي 200 دولار، تمام؟ ده راتب شهري. كمان السكن الجامعي بتاخده بالمجان، مش بتدفع ليه اي تكاليف. بالاضافة كمان ان يعني دولة رومانيا من الدول الاوروبية اللي ممكن تقدر تشتغل فيها بجانب الدراسة، وبيكون الريت بتاع ساعة العمل 9 يورو، ودي حاجة برضو ممتازة جدا لو انت حابب تشتغل وتدخر برضو مبلغ مالي بجانب الدراسة، تمام كده؟ طيب، بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، المنحة دي ميزتها انها يعني ممكن تقول 90% من التخصصات متاحة فيها. الناس اللي عايز تدرس في كلية الطب متاحة، كلية الهندسة متاحة، كلية الموسيقى، العلوم، الآداب، الحقوق، تقول كل التخصصات متاحة في المنحة دي، تمام كده؟ وكمان زي ما قلنا كل المراحل الدراسية متاحة فيها. عندنا شوية ملاحظات بالنسبة للمنحة دي، إنها المنحة دي ليس بها حد أقصى العمر، بتقدر تقدم عليها سنك كبير سنك صغير، بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. ركز بقى معايا في الحتة اللي جاية دي، إن المنحة دي ممكن تقدر تدرس فيها باللغة الإنجليزية أو اللغة الرومانية، تمام؟ طيب، إزاي ممكن أقدر أدرس باللغة الرومانية؟ المنحة دي بتوفر لك سنة لغة تحضيري للغة الرومانية، تمام؟ يعني أنت لو مش بتعرف إنجليزي ومش عايز تدرس باللغة الإنجليزية وعايز تدرس باللغة الرومانية، يبقى ممكن تاخد سنة لغة قبل ما تبدأ الدراسة، وبعدها تبدأ تخصصك الأساسي. وللعلم، الناس اللي عايز تدرس في كلية الطب، كلية الطب متاحة فقط باللغة الرومانية، يعني إلزامي هتاخد سنة تحضيري في البداية، تمام كده؟ زي ما قلنا بتقدر تدرس باللغة الإنجليزية أو اللغة الرومانية، ومش محتاجة منك إثبات شهادة لغة عند التقديم. طيب، بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، أوراق بسيطة مش معقدة. أول حاجة مطلوب إنك توفر 3 خطابات توصية لازم تحطه، تمام؟ توفر السيرة الذاتية بتاعتك، وتوفر الموتيفيشن ليتر أو خطاب النية، وفي مقالة مطلوبة يتم وضع فيها ما لا يقل عن 100 كلمة برضو، لازم تكتب المقالة دي. طيب، بالنسبة طيب لشهادة التخرج أو كشف الدرجات أو الحاجات دي، هل مطلوبة في التقديم؟ مش مطلوبة عند التقديم حاليا، لكن بعد قبولك هيطلبوا منك بقى الأوراق الرئيسية بتاعتك، تمام؟ زي كشف الدرجات، شهادة التخرج، الكلام ده كله. طيب، لو انت في اخر سنه من الثانويه العامه، او اخر سنه من البكالوريوس، او اخر سنه من الماجستير، بتقدر برضو تقدم عادي جدا، بتجيب شهاده السنه اللي قبلها لحين تخرجك، برضو بتقدر تقدم، مفيش مشكله. بالنسبه لاخر معاد للتقديم في المنحه دي هو 27 ابريل 2021، عشان تقدم في المنحه دي، والمنحه دي هيعلنوا فيها النتيجه 31 مايو 2021. برضو من ضمن المميزات ان هم قالوا امتى هيعلنوا النتيجه، فانت خلاص بتبقى عامل حسابك امتى هينتهي التقديم وامتى هيتم اعلان النتيجه، تمام كده؟ كمان ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر خدمة ضمان للقبول في منح دراسية في الصين، تمام؟ بنوفر التقديم لاي فرصة منحة انت عايزها بشكل احترافي، بنوفر خدمة تجهيز الاوراق وخدمة الكورسات، ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة وكيفية التقديم. وهنا ده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة جدا، ياريت برضو تصفحوها عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. بالنسبة للمنحة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، دي المقالة الخاصة بيها، برضو شرح المنحة كله زي ما أنا قلت هتلاقيه موجود هنا كتابة، التمويل، التخصصات المتاحة، كل التخصصات موجودة هنا، عندك الرابط الرسمي برضو للتخصصات لو حبيت تطلع عليها.
طبعا المنحة ليس بها حد أقصى العمر زي ما قلنا، الأوراق المطلوبة السيرة الذاتية، خطابنية، 3 خطابات توصية، ومقالة المنحة. آخر ميعاد 27 إبريل، إعلان النتيجة 31 مايو، وطبعا ما تنسوش الخدمات الإضافية اللي احنا بنقدمها. تمام، تعالى دلوقتي نشوف الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كافة التفاصيل اللي أنا قلتها. كل التفاصيل اللي أنا قلتها هتلاقوها موجودة هنا باللغة الإنجليزية على موقع الجامعة الرسمي. تمام، ده موقع الجامعة، وهنا بيوضح لك السكولرشيب، ايه الاهداف بتاعتها، الناس المقبوله فيها، كيفيه التقديم، المميزات اللي بيتم توفيرها، السكيدجول بتاع المنحه، يعني امتى انتهاء المنحه، تقديم ليها، وامتى اعلان النتائج، كل ده موضح في الاعلان الرسمي. تمام، طيب هتيجي تدخل بعد كده على لينك قدم الان، تمام، عشان تشوف الابليكيشن الخاص بالتقديم. والابليكيشن الخاص بالتقديم هيظهر لك بهذا الشكل. طيب الابليكيشن ده مكون من 4 سيكشنز، تمام، وبرضو الاسئله المطلوبه تختلف على حسب المرحله الدراسيه. يعني لو انت مقدم على بكالوريوس هيكون في بعض المتطلبات، مقدم على ماجستير متطلبات اعلى، مقدم على دكتوراه متطلبات اعلى، وهكذا. تمام، في السكشن الاول مطلوب منك بياناتك الشخصيه، اسمك، اسم العائله، تاريخ ميلادك، جنسيتك، الدوله اللي انت مقيم فيها، عنوانك الحالي، كل دي بيانات شخصيه. وفي الاخر خالص هنا بتختار الدرجه اللي انت عايز تقدم عليها، عايز تقدم على بكالوريوس تختار باشلر، ماجستير، ماستر، وعايز تقدم على دكتوراه بي اتش دي. تمام، انا مثلا اخترت هقدم على بكالوريوس، تكتب كل البيانات، تحط الدرجه الدراسيه اللي انت عايز تقدم ليها، وبعدين بتضغط على كلمه نيكست دي عشان تخش على السكشن اللي وراه. تمام، في السكشن ده هيظهر لي بقى معلومات يعني المرحله الدراسيه بتاعتي السابقه او الاخر، يعني مؤهل دراسي حصلت عليه. انت طيب هتقدم على بكالوريوس، المفروض انت في اخر سنه ثانويه عامه او مخلصت الثانويه العامه او البكالوريا زي ما بيقولوا. تمام، طيب هتحط بقى بيانات المدرسه بتاعتك، اسمها، اللوكيشن بتاعها فين، موقعها، الدوله اللي موجوده فيها المدرسه دي، درست في اي دوله، تاريخ البدايه وتاريخ الانتهاء. تمام، تحط البيانات دي وبعدين بتضغط نيكست، تخش على الخطوه اللي بعدها. طبعا لو انت مقدم على ماجستير او دكتوراه بيظهر لك بعد ما بتحط معلومات المدرسه سيكشن تاني قبل ده. السكشن ده بيكون مطلوب فيه معلومات الكليه بتاعتك في البكالوريوس، لو مقدم على دكتوراه برضه بيظهر لك الثانويه العامه والبكالوريوس والماجستير. تمام كده، يبقى على حسب المرحله الدراسيه اللي انت مقدم عليها بتحط المؤهلات بتاعت المراحل الدراسيه التي قبلها. طيب ده اخر سكشن موجود عندنا. هنا بيطلع لك عايز تدرس باي لغه، ممكن تختار اللغه الرومانيه والانجليزيه او اللغه الالمانيه. طبعا اللغه الالمانيه فيها تخصص واحد فقط، فعشان كده متاح ليك تختار باللغه الانجليزيه واللغه الرومانيه. تمام، واللغة الرومانية بتدوك فيها سنة تحضيرية، لو هتدرس باللغة الإنجليزية ما فيهاش سنة تحضيري، بتبدأ دراسة على طول. تمام، طيب لو اخترت اللغة الرومانية هيطلع لك هنا التخصصات المتاحة باللغة الرومانية، كل دي تقدر تشوف طبعا التخصصات المناسبة ليك وتقدم عليها، جميع الكليات متاحة. باللغة الإنجليزية هتلاقي عندك برضو كل التخصصات متاحة، تخصصات كتير جدا. تمام، وهنا مطلوب منك مقالة تكتب فيها حد أقصى 100 كلمة، المقالة دي بتوضح فيها يعني ايه الدوافع بتاعتك عشان تقدم في المنحه دي، او ايه الاشياء اللي خلتك تتحفز للتقديم للمنحه دي. تمام، وهنا الاوراق المطلوبه منك، مطلوب منك 3 ريكومنديشنز ليتر. تمام، تحطهم هنا في شكل ورقي، مطلوب منك السي في بتاعك، ومطلوب الموتيفيشن ليتر. بعد لما بتحط كل البيانات دي وبتملى كل سيكشن من دول، بتضغط بعد كده على كلمه سبميت، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه. طبعا بعد لما بتقدم في المنحه وبتتقبل بيتواصلوا معاك وبيخبروك بالقبول بتاعك اللي انت تبلت في المنحه، وبيقول لك يعني اعضاء المنحه واعضاء الجامعه بيخبروك انك تكمل باقي الاوراق زي شهاده المؤهل الدراسي، لانها مش مطلوبه هنا، بتطلب منك بعد القبول في المنحه. تمام كده، فكده وضحنا كل التفاصيل. ما تنسوش كمان خدماتنا الاضافيه، بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، خدمه التقديم بشكل احترافي، خدمه تجهيز الاوراق، وخدمه الكورسات. وعشان تقدم على اي خدمه من الخدمات دي من خلالنا بتلاقي رابط الخدمات الاضافيه هنا وفيها كل التفاصيل. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.